المنظر. المهم انا كنت هنايا الفوق، كنت جالسه هنايا وكانوا شي توغيست هنا جالسين اصلا كانوا كيتغداو. شويه انا بقيت كنسمع كلشي كيطلل كيغوتوا من هنايا، مشيت كنطلل لقيت شنو شي واحد كيبان لي من هنايا، كيبان لي كان واقف البيس ديال توريست على برا، وكنشوفو في مرايا شي واحد كيحاول يحل الباب ديال الريستورون. صافي تما كنا بقيت كنشوف هنا الناس اللي خدامين معانا كيغوتوا كيجريو كيتيروا عليه بالطوابل بالكراسه باش ما يشعلش البريكه. صافي ديك ساعتي بغيت نهود نشوف، لقيتهم صافي اللي وقع بقى كيرمي تما ليسانس، دوك البيدوزات ديال ليسانس. الدنيا عمرات كامله بليسانس، بوطه اصلا شير بها دخلت من الزاج ديال الريستورون، بوطه كبيره كانت في الصاك. حنا حسبنا شي حاجه غادي تنفجر ولا شي حاجه، حتى ما بغى يقرب في الاول. من بعد صافي مشينا زعمنا وفتحنا لقيناها بوطه كانت كتنفس، وكان كيحاول يشعل البريكات. كانوا عنده 12 بريكه وكان كيخلعهم بالفردي، هما في الاول يحسبوا راه ديال بصح الفرد، داكشي علاش حتى واحد ما قدر يقرب لعندو. كنا عي كنشيرو صافي باش ما يحاولش يشعل البريكه، حيت كون شعل البريكه الله يحفظ عرفتي شنو كان غادي يوقع. اصلا البوطه كان لداخل ليسانس اول حاجه، وما عندناش بالناس من تخرج، ولكن الحمد لله قدرنا نخرجوا دوك الناس دوك الكوار، حيتاش عندنا باب خلفي ديال الكوزينه خرجناهم، وتا واحد الحمد لله ما تقاس مشاو بحالهم. صافي وحنايا بقينا معاه، حاصروه الدراري ديالنا من برا دخلوه للريستورون. صافي تما كاينه الطاكا وشبروه صافي حتى جا البوليس. وهادشي اللي كاين. وحنا الحمد لله ما وقع لنا حتى شي واحد، اغلبيه كنا بينا شي 100 واحد، الحمد لله حتى شي واحد ما تقص. باش تعرف ربي كبير، ما و12 بريكه ما بغات تخدم. شفتي كيفاش راه، الا جيتي تفكر كتقول هادشي والله يعني علين 100 واحد لداخل بينا كاملين 65 ديال التوريست، وحنايا تقريبا نقول شي 30 هيدا. الحمد لله حتى شي واحد ما تاذى، و12 بريكه كيحاول يشعل كل مره حتى حنا كنا كنشيروا الكيسان فيهم الماء مناضه اي حاجه، المهم عي باش ما يشعلش بريكه. داكشي علاش يديه في زقوم ما قدرش، واخا كان كيحاول ما قدرش يشعلها. ايوا هادشي اللي كاين، والحمد لله داز كلشي على خير وكلشي كيتعوض. المهم عام حتى واحد ما تاذى. هادشي اللي كاين. علي سميتي علي، كندير لا كويزين. حنا كنا خدامين، دخل الجروب كما العاده عطيناهم لونطري ديالهم ماكلاش لي سوب ولا سلطات، او يلاه بداو كياكلوا داك الشيء. وي يجي داك السيد بداك، بداو الدراري ديال القهوه كيهجموه يضربوه بالكيسان ولا لقى شي حاجه كراسه في يدو. عنده واحد القرعه ديال الغاز، بعدا بوطه ديال الغاز، والقرعين معمرين ما بالدوليو ولا ليسانس ولا شنو داك الشيء، ومخلطين بشي حاجه ما عرفتش. وعنده واحد الفرديد البلاستيك خلع به الدراري وضرب بالقرعه الدجاج، ضرب بالباب ديال الدجاج بالقرعه الكاز، ضرب الباب ديال الدجاج وتهرسات ودخل، وبدا كيلوح في ديك كيخوي ديك سميتو ديك الماده ليسانس ولا الدوليو ولا شي داكشي، عمر كاع المحل وبغى يشعل العافيه. الافتيلات ديك البريكات ما بغاوش يشعلوا له، زقوا له يدو داك الشيء وهجموا عليه الدراري ديال الخد ديال المحل لي السيرفور والدراري الكوزينه، هجموا عليه شدوه طاح حتى جاو البوليس. نعم داكشي اللي كان. ايوا ضروري حنا راه تخلعنا راه تروعنا، النصارى السياح مساكن هربوا خرجوا مع الباب الكوزينه من هنا، بقاو كيصطنوا في بعضياتهم. وراه كانت جوج جروبات، المهم جاو من اسبانيا يكونوا مخلطين. الساعة وقيلا في هذيك مع ديك ثلاثة ولا ما عرفتش من هذيك الوقيته، ثلاثة وشي حاجة ولا ثلاثة قل شي حاجة، ما ردينش البال التوقيت. ها؟ فهاد الساعة حنا ما كنخدموش، كتسد لا ريستوراسيون حتى السبعة. البارح راه ما خدمناش صافي، مشى لنا نهار خاوي. واش نقول لك، هنايا كنا خدامين يعني بحال ما كاينه والو، الخدمه غدا هو هذاك. واحد شويه واحد السيد خرجت انا كندير براسي شي سيرفيس، بان لي واحد السيد جايب كروسه وقفها في الباب ديال الريستورون، وي عراها حيد لها واحد ديك الباب ديالها من الفوق، جبد بوطه كبيره ضرب بها الباب ديال الدجاج، هرسها في الاول، وديك البوطه مغلفه بواحد الصاك، ديك الصاك فازك بليسونس صافي. ملي دار ديك البوطه تمايا بقى كيجبد القراعي، عنده القراعي مجهزين سي مصايبين فيهم الفتيلات ماشي بودر لداخل وليسونس، كيبغي يشعل، يجبد بريكه كيبغي يشعل، البريكه ما بغاش تشعل، ولكن حنا باغتناه فهمتي، ناضو شي زبناء والكليان والخدامه وحنايا والناس ديال المطعم انا كنضربوه. المهم اللي لقى شي حاجه كيضربها، الحجاره، السيرفيس فهمتي، الطفايات، انا كنشيروا عليه باش هذيك عي باش نلاهيو باش ما يشعلش ولا يدير شي محاوله باش يضرب النار تما فهمتي. وصافي بقات ناضت شويه، ملي شاف المحاولات ديالو فهمتي ما دار حتى شي محاوله، قال شنو راه ندخل الكروسه، دفعها ما بغاش تدخل مع الباب مضيق، حيد الكروسه والله دخل، هو يشهر واحد السلاح ابيض، واحد البيستول ديال البلاستيك بقى كيهدد. حنا ملي شفنا داك البيستول البلاستيك والسيف ما عرفناش واش صحيح اولا ديال البلاستيك يعني فهمتي، هربنا. واحد شويه عاوتاني ملي شي واحد من الدراري شاف بلي هذاك البيستول ماشي ديال بصح، دخلنا عنده واحد الدري من الدراري ديال العمال ديال المطعم، شدو واحد عطاه بواحد الفاز صافي طاح تما. حنا شدينا هذيك الساعه يعني باقي ما جا لا البوليس لا والو، حنا اللي تكلفنا به، حنا اللي صفيناها له فهمتي. صافي ملي شدينا هذيك الساعه جاو السلطات تسلموه وطلع بحالو. شويه عاوتاني ضربوا للدرب تمايا وجابوا هذاك الرفيق اللي كان معاه وشدوهم بجوج، انا حاضر على جوج، هما اللي حاضر عليهم، الثالث ما نعرف واش. ايه كنشكركم في هذا اللقاء هذا، وعلى هذا الشيء اللي كيتوقع لنا هنا في هذه مدينه العرائش. حنا ما راضيينش به وما خصناش هذا العريش يولي فيه هذه المصيبات هذو اللي وقعوا هذا البارح، وكنتمناو الامن يخدم الدور ديالو، هذا هو اللي كنتمناو في مدينه العرائش. حنا كنبغيو الاصلاح وكنبغيو الهدوء، وما خصناش المشاكل، ما خصناش شي واحد اللي يتعدى على المغرب حيث كان. حنا ضد هاد المصيبه هذه اللي كتزرع في البلاد ديالنا، وخصنا ضروري 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 الامن يتحمل المسؤوليه ديالو بالوجه اللي كان، المهم يخدم الدور ديالو. وبحال هاد الناس هادو خصهم يتابعوا على طول الحياه ديالو، وشكرا. وحنا خويا كشباب ديال مدينه العرائش كنستنكروا بحال هاد الاعمال هادي اللي تقدر تمس بالسياحه اللي كتجيب هاد البلاد هادي، وكنتمنوا ما يبقاش بحال هاد الشيء هذا، حيت مدينه العرائش يلاه بقاو كيجيو لها السياح وكذا، ما خصناش نعطيوهم واحد الصوره ان مدينه العرائش فيها الارهاب وفيها هاد الشيء، وان شاء الله ما يكونش هاد الشيء مره واحده اخرى، هاد الناس ياخذوا شي عقوبات جازمه باش يكونوا كعبرا واحد اخر ان شاء الله. ضروري كنتنكروا لهاد الاعمال هادي ان شاء الله. كيف ما قال الرفيق ديالي، العرايش مدينه سياحيه، والسياحه كناكلوا منها طرف الخبز بخصوص الدومين ديالنا هنايا. وش غنقول لك، الصراحه تفاجأنا بهذه الفاجعه هذه، وكيهدد استقرار المدينه هي اول حاجه، والامهات ديالنا وكل شيء، وكنتمناو من السلطات يعملوا الاجراءات ديالهم اللازمه ويحافظوا لنا على المدينه.